والموت كأس كل الناس شاربه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، وأن يدخل ابننا عبد الرحمن عبد العظيم فسيح الجنات، وأن يرفع درجته في الجنة، وأن يرفعه بهذا القرآن في أعلى الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعض الناس المتابعين في هذه الصفحة مع أخونا محمد صلاح في شهر رمضان الفائت، يعني قبل شهرين أو 3 أشهر، كنا قد عملنا مسابقة في هذه الصفحة، وكان مشاركا، كان ضمن الذين يعني شاركوا في هذه المسابقة، وكان من الذين يعني حفظهم ممتاز، وكان من الفائزين. وسبحان الله، يعني قبل قليل كنت مع والده معزيا له في هذا الفقد، وقد كنت مسافرا، السبب الذي أخرني لأذهب إليه اليوم، كنت مسافرا وعدت والده لمعزيا له في هذا الفقد الجليل العظيم. والله كان يقول بالحرف الواحد: ادعو لي الله سبحانه وتعالى أن يثبتني. والله المصيبة كبيرة والابتلاء عظيم، ولذلك أنا أدعوكم وأقول لكم وأطلب منكم الدعاء لوالديه بالصبر على فقدهم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم معه في الجنة. ابننا عبد العظيم من الصغار الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوجه الصحيح وبحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى وبالتزامه في الصلوات. كم من الناس يعني، وكم من الصغار في عمره لا يدركون مثل هذه الأشياء، فهو يعني إن دل ذلك إنما يدل على اهتمام والده به وتأثره به. لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأكرر: لا تنسوا الدعاء لوالديه، ولا تنسوا الدعاء له. إن شاء الله في دقائق نتلو ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعدها إن شاء الله ندعو له ولأمواتنا إن شاء الله. نتلو سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها مولا ونصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم يا الله يا حي يا قيوم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وللخيرات كلها دليلا أسكننا به الظلل ألبسنا به الحلل شفينا يا حي يا قيوم اللهم يا الله
تقبل ابن عبد الرحمن يا الله في الصالحين. اللهم يا ربي أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل مثواه الجنة، واجعله زخرا لوالديه يا رب العالمين. اللهم يا ربي ألزم والديه وإخوانه وأحبابه وأصدقائه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.